عندما تكون رغباتك وخيالك متعارضين فإن خيالك يكسب اليوم دون خلاف. معنى هذا الكلام بمثال بسيط: إذا طلب منك أن تمشي على لوح خشبي طوله 10 أمتار وعرضه 5 أمتار موضوع على الأرض، بلا شك فإنك ستمر عليه دون أدنى مشاكل. إن رغبتك في المرور لا تتعارض مع خيالك، وما دام اللوح على الأرض فإنه لا يمثل أي احتمال للسقوط، وإن حدث فهو على الأرض. الآن افترض أن هذا اللوح موضوع على ارتفاع 10 أمتار في الهواء بين عمارتين عاليتين، هل تستطيع أن تمشي عليه؟ لا أعتقد. لماذا؟ مع أنه نفس اللوح بنفس الطول والعرض. السبب أن رغبتك في المشي عليه ستواجه من جانب خيالك أو الخوف من السقوط، مع أنك تملك الرغبة في المشي، لكن صورة الوقوع في خيالك ستتغلب على رغبتك وإرادتك أو جهدك للمشي على اللوح. والعجيب أنك لو حاولت المشي عليه قد يحقق خيالك السقوط بنفس الشكل الذي تخيلته، لأنه تدرب عليه مسبقا في اللاوعي الذي يدير 90% من سلوكياتك. ماذا نستفيد من تلك القاعدة؟ كل منا يملك الرغبة في النجاح، ولكننا في الغالب لا ننجح. لماذا؟ لأن صورة الفشل مسيطرة على خيالنا. قاعدة تقول: لا تحاول أن تجبر العقل الباطن على قبول فكرة بممارسة قوة الإرادة، فسوف تحصل على عكس ما كنت تريد. مثال: إذا قلت أنا أريد الشفاء هي رغبة، ولكن لا أستطيع الوصول إليه، هنا خيال، فسوف تكره نفسك على الدعاء، والعقل لا يعمل تحت إكراه، وهذه معلومة خطيرة، إن العقل لا يعمل تحت الضغط. من يتخيل إنه سينسى في الامتحان ويرتبك وتهرب منه المعلومات، ومع أن رغبته في الاستذكار والنجاح إلا أن الخيال أقوى. من يخاف من لقاء الناس فهو يرسم صورة عقلية متخيلة لسلوكياته وتصرفه عند لقاء الناس لا تتفق مع رغبته في الثقة بالنفس، وبالتالي فإن الصورة التي تخيلها ورسمها في عقله هي التي ستسيطر عليه عند تعرضه لمثل هذا الموقف. إن الكثير ممن يعانون من القلق والرهاب الاجتماعي أو الوسواس القهري فإنما يعانون من التخيل السلبي لكل ما يقلقهم أو يؤثر على أعصابهم. أن تحقق الانسجام بين ما ترغبه حقيقة وما تتخيله وتضعه في عقلك فستعمل في انسجام. الخلاصة: لكي تحقق نجاح في مجال لابد أن تتوافق رغباتك مع أحلامك وخيالاتك. لكي يعمل عقلك بكفاءة استرخي وابتعد عن العصبية والضغط على العقل، تخيل ما تريده لا ما لا تريده. درب عقلك اللاواعي دوما على النجاح، وأن يعمل معك لا ضدك.